شاكر، عشان نبقى ماشيين بنفس النسق، قوة هجومية سرعات لفرقة عندها مهارة، واعتقد يعني فقدانهم للكرة بيكون بصعوبة. ازاي الاهلي هيتعامل؟ واحنا شفنا اخر مباراة للنادي الاهلي، كولر بدأ في لقاء سيراميكا بيلعب تحت بعمر الكورة. كمال، بس اكرم توفيق كان احد الحلول كظهير ايمن، يحيى عطية الله مفيش اختلاف، واعتقد رامي ربيعة وياسر ابراهيم هيبقوا الاقرب للخط الدفاعي. عايز اعرف وجهة نظرك في الاسماء المرشحة وطريقة لعبهم، زي ما انا برضو سألت نجيب وكان عنده وجهة نظر يعني شوية ان الاهلي ممكن يبقى متأخر شوية. طيب انا شايف ان النادي الاهلي مباراه بكره ان شاء الله محتاج ان هو يلعب على التحولات، لانهم عندهم مشكله كبيره جدا في المساحات اللي بتتساب لما هم كلهم بيزقوا وبيلعبوا في المنطقه الدفاعيه بتاعه النادي الاهلي. النقطه الاولى وهي الاهم، اكرم توفيق هو اهم لاعب بكره في حته الباك رايت، لازم يكون متواجد مع النادي الاهلي. هتقولي ليه يا غنيم؟ هقول لك، لان اكرم توفيق هو اقوى لاعب في الجبهه اليمين عند النادي الاهلي في المواجهات الفرديه، واحد واحد على واحد يقدر يستخلص الكوره. بكره احنا بنتكلم على بلاسيوس، بنتكلم على سنابريا، الاثنين دول بالذات خد بالك غير المشكله ان هم عندهم سته جامدين قوي، ثلاثه هيلعبوا وثلاثه هيبقوا بره، والمشكله الثلاثه اللي بينزلوا هيبقوا يعني كابوس. يعني عاوز اقول لك لاباكوجو كلنا عارفين ان هو كان بيلعب في نقطه بركان اللي جاب هدف في نادي الزمالك في نهائي الكونفدراليه، نادي الزمالك خدها في 2019، لعيب مرعب نزل ده ما يقعدش اصلا احتياطي، تخيل هو بيقعد اصلا احتياطي. فالراجل ده من اللعيبه المميزه جدا اللي لما ينزل الشوط الثاني ممكن تكون مشكله بسبب كم المهارات اللي موجوده عند لعيب العين. طيب تعالى نتكلم في نقطه مهمه جدا وهي الخط الدفاعي بتاع النادي الاهلي. لو رامي ربيعه وياسر ابراهيم الاثنين سلام بنسبه 100%، انا عارف ان ياسر تمام، رامي هو اللي كان عليه شك شويه لما طلع المباراه اللي فاتت، الاثنين يبداوا ويحيى عطيه الله على الشمال واكرم توفيق على اليمين. بس السؤال بقى، لو لا قدر الله رامي ربيعه لسه مش جاهز او في تخوف، انا من وجهه نظري يدخل اشرف داري، حتى لو اشرف داري لسه مش جاهز، لان اشرف داري عنده يعني من الامكانيات والمقامات والخبرات ان في ماتشات زي دي مش هيكون بلغه الكره مخطوف لما ينزل، مش هيبقى عنده اي اسم. كمال والتجربه، لا لا لا، انا تجربه بالنسبه لك ايه؟ تجربه صعبه جدا، اصل خد بالك من نقطه، هي القصه كلها لما بتيجي تلعب سنتر باك، اعتقد كانت مباراه البنك الاهلي، ايوه، والاهلي خسر 3-4-3 بالظبط لو ذاكرت، لا وهو غانم جه منه جونين صراحه جدا. انا مش شايف المشكله الحته دي، عاوزه تمركز وعاوزه يعني عارف، ممكن يلعبها كان حمدي فتحي بيلعبها بشكل حلو قوي. مفيش حمدي فتحي يعني زي مفيش حمدي فتحي، عمرو السوليه وعمرو السوليه نزل الماتش فات، بس عمرو السوليه في السرعات دي انا كنت ساعات بقول عمرو السوليه ممكن يلعب، بس لا في السرعات دي شفناه في الملعب بقى اقول لكم بعض الكواليس، يعني لما يوسف ايمن اتخبط رد ورا ابو لعب سنتر باك 10 قال له لا لا لا، يعني طبعا ممكن يضرب الاوفسايد يعمل اي مشكله او يبقى فيه لمحه دفاعيه، فالسوليه على طول قال له لا اطلع انت قدامه وهقف انا ورا. وانت هتلعب بكره طيارات، يعني هتلعب بكره العين 10 دقايق قدام الزمالك غير 90 دقيقه من اول المباراه، العين بالامكانيات اللي موجوده فيه. انا امسكه النهارده خلي مفيش مشاهد اهلاوي يعني فكره اي يعني سؤال الا واحنا عارفين. بس انت لو تسالني وجهه نظر يوم الاربعه دول ورا الاربعه اللي لعبوا ماتش الزمالك بالظبط، لان اكرم توفيق هيبقى عليه عامل كبير جدا جدا، والثلاثه بتوع نص الملعب مهم جدا برضه. عايز اسالك انت تحديدا سؤال، احنا كده شفنا يحيى عطية الله في اربع لقاءات، لقاءين في افريقيا كانوا امام جرماهيا بدايته، والمباراه اللي هنا كانت في استاد القاهره، ولقائي الزمالك السوبر الافريقي والسوبر وسيراميكا. رايك فيه دفاعيا تحديدا ولقاء سيراميكا بالظبط، رايك فيه على المستوى الدفاعي؟ يعني احنا شفناه في الضربات الثابته ما شاء الله، يعني واحده في العارضه ولعيب شويت، ولسه كمان لما ياخد ثقه اكتر اعتقد هيبرز اكتر قدراته الهجوميه، ولكن الجزء الدفاعي بالنسبه لك ايه؟ مع طبعا اللقطه اللي موجوده في فكر كل يعني مشجع اهلاوي، الخطا اللي اخطاه امام نادي الزمالك. انا بشوف ان يحيى عطيه الله من اهم صفقات النادي الاهلي السنه دي، الاهلي تعاقد مع لعيب جاهز ذهنيا ونفسيا، مش ما عندوش اي مشكله انه يخش في الاجواء بتاعه النادي الاهلي. الازمه او الظلم اللي تعرض له يحيى عطيه الله من وجهه نظري ان هو في المباراه بتاعه نادي الزمالك هو عمل كل حاجه صح في الكوره على زيزو وعلى كل جبهه الزمالك اليمين، هي الغلط الوحيد اللي غلط فيه بالكعب هو اللي كلف النادي الاهلي. لما تيجي بقى تتفرج على يحيى عطيه الله في الماتش اللي فات قدام نادي الزمالك، لا كان عامل مشاكل كتيره جدا لزيزو، هو عنده وعي كويس قوي بالمكان اللي بيقف فيه، تدخلاته قويه وفي نفس الوقت ما بيعملش فاولات كتير، ممكن يعمل فاولات في نص الملعب فاولات تكتيكيه، انما هو على الجانب الدفاعي يا غانم انا بشوف ان هو مميز جدا جدا، ومش قصدي اقارن طبعا، هو ممكن يكون افضل من علي معلول دفاعيا، ولكن لا يوجد مقارنه بعلي معلول في الناحيه الهجوميه، يعني علي معلول في الحته الهجوميه دي ما كانش فيه زيه، انما يحيى عطيه الله هو لعيب جاهز في الحته دي وقادر يملى الحته دي، فانا بشوف ان هو دفاعيا مميز جدا. كنت ممكن اقول لك انا من وجهه نظري كان يخش مساك،
بس صعب قوي ان هو يخش مساك لان انت ما عندكش كواليتي الباك ليفت دلوقتي في النادي الاهلي بالظبط. يعني هو كريم دبيس لعيب كويس بس انت ترميه في ماتش زي ده برده بكره هيبقى صعب جدا. في نفس الوقت انت عارف ان متعور كريم فؤاد, فانا بشوف ان دي صعبه جدا. ففيحيى عطيت الله زي ما هو, وهو لعيب مميز جدا. انا بس عاوز اكلمك في بعض المشاكل اللي موجوده عند نادي العين. احنا عمالين نتكلم العين قوي, العين عنده نجوم كتير, العين من الفرق, بس هو عنده مشاكل كبيره جدا. وممكن لو معانا وقت نشوف ونتكلم ازاي النادي الاهلي ممكن يضرب العين, وازاي النادي الاهلي يستغل نقاط الضعف اللي موجوده في العين لو الحالات الدفاعيه معانا. كنا عملنا ايه يعني دلوقتي, انا عشان بس برضه براحتك اتفضل. اتكلمنا على القوى الهجوميه, بحاول اخد العكس بتاعها الجزء الدفاعي عند النادي الاهلي. هبدا معاك انت ونجيب برضه, ممكن نلعب الجيم كلنا سوا يعني كويس. برضه نستعرض ازاي العين قوي هجومي, الاهلي بقى قوي هجوميا, وازاي العين هيبقى قوي دفاعي. فممكن نبدا بقى يلا مع العين ومشاكله الدفاعيه. طيب تعالى نبتدي مع العين. انا بشوف ان النادي الاهلي بالامكانيات والمقومات اللي عند مارسيل كولر, هو عارف قوي كويس قوي الماتش اللي فات ماتش الزمالك, ادرك ان انا معايا لعيبه كواليتي بتاعها عالي جدا, لا انا اقدر اضغط على الزمالك من قدام, وخنق نادي الزمالك ان هو يلعب على الاستحواذ. انا من وجهه نظري ده اللي لازم يعمله بكره, بس مش طول الماتش, في بعض اوقات المباراه او الكوره الثانيه بالذات اللي هتكون بتنزل, يعني لما لو لعيب كوره عاليه او اوت, لازم النادي الاهلي يضغط شكل جامد جدا على لعيبه العين, لان لعيبه العين الخط اللي ورا عندهم مشاكل كتيره جدا في الكوره, والمساحات بينهم وبين بعض بعيده جدا, لان هو دايما الفكر الاول اول ما يقطع الكوره بيعلق الكوره الطويله لسفيان رحيل. تعال بص يا غانم, هنا برده دي من المشاكل الدفاعيه اللي لازم النادي الاهلي يستغلها, وهي الكور العرضيه بكره. عاوز اوريك, انا كنت بكلمك على لعيب اللي اسمه كوامي اللي هو بقول لك لعيب سيء جدا جدا, دي كانت مباراه نادي الوحده ومباراه نادي العين. اما تيجي تتفرج الاوفر لما يجي يتلعب, الراجل اللي واقف اللي هو اول واحد على العرضه القريبه هتلاقيه اسمر كده شويه, هو ده كوامي اللي بقول لك عليه, ما عندوش وعي بالمكان, لا شايف عمر خريبين واقف فين ولا باصص, والوضعيه الجسديه بتاعته في واحد ماسك زميله يعني بالظبط. انا بص ماسك زميله واحد ولا على خط واحد, والوضعيه الجسديه هو واقف ازاي, وضع التشريحي بتاع جسمه عشان لما ياخد الجامب ياخد التيك اوف هيعمل ايه. عمر خريبين طلع وسط كام واحد يا غانم, وسط اربعه وحرز الهدف. بص عاوز اوريك, بص الراجل رقم ثلاثه اللي بقول لك عليه كوامي ده, ابقى الكوره تلاقي واللي وراه ده بقى كاردوسو الاربعه اللعيب البرتغالي. بص الراجل مش شايف اصلا عمر خريبين موجود, والثلاثه واقفين على الفيرود. اول ما الاوفر هيتلعب بمنتهى السهوله هيطلع رقم 20 ده مين معلش؟ سبعين ده لعيب نص الملعب, لعيب وسط الملعب الافريقي. اللعيب ده بتاع نص الملعب الافريقي, وهو من لعيب من الورك ريت بتاعهم عالي جدا في نص الملعب, ولكن التمركزات والوقفه والانسجام فيه مشكله. بص الراجل طلع بمنتهى السهوله جاب الهدف الاول. خليك فاكر الجول ده في ماتش الوحده كمان شويه, في جول في ماتش الهلال اخوه تيبيكال بالظبط. نشوف الحاله بنفس الاخطاء, نشوف الحاله اللي بعدها. ادي الهدف الاولاني يا غانم من مباراه نادي. بص بقى غانم المباراه اللي بعدها على طول, دي مباراه الهلال والعين, نفس الكلام. اول ما نادي الهلال هيبدا يدور الكوره, يطلع الكوره الناحيه الثانيه لمالكوم, بعد كده لما يجي يتلعب الاوفر من كانسيلو. عاوزك تتفرج برضو على الوقفه بتاعه لعيبه العين. بص برضو سافيتش, نرجع معلش فريم واحد لو ينفع. بص سافيتش واقف فين, وسط اربعه مفيش حد باصص للراجل, مفيش اي تمركز جيد. اول ما الباص هيطلع ليه كانسيلو والاوفر يجي يتلعب بمنتهى السهوله, نسخه طبق الاصل من الهدف اللي جه في المباراه الواحده. سافيتش طلع بمنتهى السهوله, اعتقد الفرقه دي بتتضرب اوفسايدات كتير جدا جدا, وكمان عندهم مشكله كبيره جدا ان هم في الحته بتاعه التحولات مفيش حد بيضغط عندهم خالص قدام. بص برده نفس الكوره هنا, ده كانت كوره, دي كانت ضربه الجزاء برده النادي الوحده اللي تعادل بيها نادي الوحده. هو ده كومو برده اللي بقول لك عليه, الراجل نص جسمه تقريبا خد الكوره ولف بيه, وبعد كده الراجل هيحاول ياخد منه الكوره لغايه لما يتحسب عليه ضربه جزاء الكوره لما نزل طبت اهو. بص جت في ايده, نفس الكلام برده هنا نادي الوحده. هنا بقى اللي بقول لك عليها غانم, نرجع فريم واحد. بص لما بدا نادي الوحده ياخد الكوره, بص على الثلاثه اللي قدام بتوع العين, مفيش اي نوع من المرة دي كانت 4 2 3 1, فالثلاثه واحد دول هم الاربعه اللي قدام, مفيش اي نوع من انواع الضغط العكسي انه يضايقوا اللعيب يطلع بالكوره. بص الراجل هيبدا يزق, نكمل الفريمات بقى, يبدا يجري يجري, مفيش حد بيتكلم معاه خالص, والموضوع بسيط جدا جدا لغايه لما هيبدا يلعب الكوره في النص. بص برده الراجل اللي بقول لك عليه كوامي ده هيطلع, الراجل هيلعب الباص على طول في ظهره, وكانت بص هيرقصه هياخد الكوره ومفيش اي مشاكل وبيعدي وبيروح. عندهم مشكله كبيره جدا. نفس الكلام هنا برده, كره هتتلعب عاليه, ده اللي انا بقول لك عليه النادي الاهلي ازاي يلعب على التحول بسرعه. اول ما الكره هتنزل عاوزك تبص برده على الراجل رقم أربعة, هيبدا هياخد, حاول ياخد الكوره ويحجز يا غانم, ضغط عليه, ده اللي بقول لك عليه لازم وسام ابو علي يعمله بكره.
ضغط على الراجل، غلط الراجل، وكانت ممكن تكون ضربه جزاء حتى الزاويه العكسيه، الراجل عاوز ياخد الكره يطلع لبره. عمر خريبين على فكره، عمر خريبين يعني تقدم في السن دلوقتي، ما بقاش بنفس المرونه والموبيليتي اللي عنده زمان، فلازم وسام ابو علي يلعب على الراجل ده سواء هو او سواء الراجل الثاني، عندهم مشاكل كتيره جدا. وده اللي انا براهن عليه ان النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله ان هو يقدر يضرب نادي العين في الكور العاليه اللي في ظهر الدفاع نسخه طبق الاصل من اللي حصل في مباراه نادي الاتحاد السعودي والنادي الاهلي. لو تفتكر يا غانم الجون بتاع امام عاشور لما كهربا طلعه لامام عاشور كانت برضه هجمه، والجون بتاع حسين الشحات اللي عمله بليسنج، كل ده نادي الاهلي المفروض يعمله بكره ان شاء الله.